لنقاش ملف تداعيات قانون قيصر الذي فرض عقوبات اقتصادية على نظام الأسد وانعكاساتها على الحلفاء الفاعلين في الأزمة السورية. ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة صيدا اللبنانية مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات الأستاذ حسن قطب. أهلا بكم سيدي. أهلا بكم. انطلاقا من تصريحات واشنطن بأن عقوبات قانون قيصر تمثل الدفعة الأولى في الحملة ضد نظام الأسد، إلى أي مدى تظنون أن قانون قيصر وجد لنظام الأسد تحديدا أم أنه يشمل أيضا باقي الحلفاء؟ بالشكل هو هذا القانون يستهدف النظام السوري ورموز النظام السوري ومؤسسات النظام السوري، لكن في سياق وفي عمق هذا القانون نجد انه يستهدف ايضا حلفاء النظام الذين يقدمون له الدعم العسكري والدعم المادي والدعم الاقتصادي وحتى الدعم الاعلامي والسياسي. هذا القانون يستهدف النظام ومن يدعم النظام بما فيهم روسيا وايران وحتى الاذرع الايرانيه في المنطقه. والتصريح الامريكي كان واضحا بان العقوبات سوف تشمل اي مكون سواء كان دولة أو مؤسسة أو أشخاص يدعمون النظام السوري مهما كانت مرتبتهم أو على شأنهم، وهذا يعني أن استهداف النظام يشمل استهداف من يؤيد هذا النظام، وهذا ينطبق هذا الواقع ينطبق على حزب الله في لبنان وعلى كافة الأدوات الإيرانية في المنطقة التي تسعى لدعم النظام السوري لإبقائه على قيد الحياة أو لإعطائه جرعة الاستمرار في مواجهة الشعب السوري و مواجهة العقوبات الأمريكية التي تطال هذا النظام في سلوكه وفي سياساته وفي ممارسته. هناك من ربط قانون قيصر بكل من روسيا وإيران، موسكو لحرمانها من الغاز السوري في المتوسط وطهران لحرمانها من نفوذها في سوريا التي تعتبرها حديقة خلفية لها للهروب من العقوبات الأمريكية المفروضة عليها. ما مدى صحة هذا الطرح؟ في الواقع ايران تعلن تعتبر سوريا محافظه اضافيه قد تم ضمها الى الامبراطوريه الايرانيه المزعومه او الموعوده. وايران كانت تحاول الاستثمار في اكثر من قطاع في سوريا، في القطاع الصناعي وفي القطاع السياحي سياحه دينيه وايضا في قطاع الزراعه. تحاول ايران ان تصبح سوريا جزءا من نسيجها الاقتصادي كما تدور في فلكها السياسي، وايضا ان تكون ساحه الصراع لمواجهه من يخاصم ايران ومن يعادي ايران من خلال اذرعها التي حاولت تقويتها ودعمها بالمال والعتاد وكافه لوازم الحروب. لذلك ايران تعتبر ان يبدو ان الاتصال انقطع مع الاستاذ حسن قطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والدراسات.